مساء الخير عليكم، مساء الهنا ومرحبا بيكم، واهلا وسهلا بمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من برنامج عزومه بيتي من داخل قناه الصحه والجمال. وبرحب بزميلي العزيز حازم الملط. اهلا بيك يا صبري، نور. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم جمهور قناه الصحه والجمال، وحلقه جديده وسهره جديده برنامج عزومه بيتي مع الملط وصبري. هيبقى معانا النهارده نجوم كبار جدا جدا، هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيمس المجتمع المصري. هنتكلم عن دور الفن في توعيه المجتمع، ازاي الفن بيقدم رساله، ازاي استخدم الفن في رفع الوعي والثقافه لدى المواطنين المصريين من خلال المسرح والاغنيه وكل الاعمال الفنيه. هيبقى معايا ضيوف اللي مشرفين النهارده، الفنان الكبير ايمن الشريف. اهلا بيك يا زين. اهلا بيك. اهلا بيكم. معانا المطرب الشعبي الجميل فنان حماده النعماني. منور يا نجم النجوم حبيبي. وطبعا الفنانه المتالقه دائما النجمه الصاعده الفنانه روز. روز الحكيم. ريم عبد الحليم. بس يا روز يعني معروفه روز، كل مصر عارفه روز. والشيف حماده. بتحرجيني على الهوا ماشي. لا كمان معانا الشيف حماده اللي هياكلنا. انت تعكس الفنان على الهوا؟ لا انا بعكس إيه؟ الشيف يا باشا. مش بتعكس الشيف. بتعكس الشيف. اقول لك احلى ده. هو ضحك بس. معانا الشيف حماده. منورنا يا شيف. انت هتعمل لنا ايه النهارده عشان نبقى باذن الله؟ رموش الست النهارده. رموش الست. وجايب الست ورموشها جنبيك علشان هي اول ما عرفت ان في رموش الست قالت لها انا لازم اقف اشوف حماده بيعمل ايه. اشوف بقى الرموش ايه الاول. ما رضتش تقعد معانا، قالت لا سيبوني انا بتاع المطبخ. انا نبدا بمين باذن الله؟ اتفضل. يلا البس الجواندي. اتفضل. الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ ايه دور الفن عاجبك في توعيه المجتمع؟ بالنسبه لنا ولا بالنسبه للمسرح؟ بالنسبه للمسرح. لا طبعا هو المسرح سلاح ذو حدين، يعني تقدر تستغله في توعيه المجتمع وتقدر تقدم رساله مش هادفه. تمام. ايه تاني اللي عايز تسأل؟ هو عايز يقول لك يعني ازاي انا اقدر اطوع الفن في توعيه المجتمع. طيب من الاعمال اللي انت بتقدمها. اهم حاجه الورق اللي انت بتقدمه. طيب يعني مثلا زي ايه حضرتك عملته؟ زي ايه؟ وكان يعني كانت التوعيه ماشيه ازاي يعني؟ يعني ايه الاهداف اللي انت عملتها عشان توعي المجتمع فيه؟ بص هو في حاجات كتيره، هو مش انا يعني كممثل بس. بما ان حضرتك معانا فبنتكلم عنك، يعني خلينا نتكلم عنك. نجم كبير طبعا. الله يخليك. شاركت في مسرحيه تبع صندوق مكافحه الادمان وعلاج المخدرات، مسرحيه اسمها المشهد الاخير. تمام. دي توعيه عن المخدرات، ضد المخدرات، وفي نفس الوقت لفينا بيها محافظات مصر كلها، يعني ابتداء كده من اسوان والاقصر، وجه بحري، وجه ابلي. وبعد كده عملنا مسرحيه تاني اسمها، هي حاليا شغالين فيها، اسمها موده. دي طبعا المشروع القومي للحفاظ على الاسره المصريه. احنا معانا صور من مسرحيه موارد. موده. صبر. معانا صور مسرحيه موده، لو جبنا على الشاشه وهو بيتكلم عن مسرحيه موده. زي ما قلت لحضرتك كده، هي طبعا المشروع القومي للحفاظ على الاسره المصريه. المشروع ده وزاره الصور معانا على الشاشه. وزاره التضامن. وزاره التضامن طبعا هي المسؤوله عن المشروع. اخراج تاليف واخراج الاستاذ عمرو حسن. عرضنا حوالي 10 ليالي. وان شاء الله هنعرض ليلتين في معرض القاهره للكتاب الفتره الجايه دي. الهدف من العرض المسرحي هو توعيه الناس، يعني ازاي انت توعي الناس بمشاكل الطلاق، ازاي اختراق يعني اختيار شريك الحياه يكون ازاي. العروض دي طبعا مدعومه من الدوله يعني. ما فيش تيكت علشان طبعا المواطن. لا فري. لا لا الدخول فري طبعا. فري. طبعا معايا الفنانه روز طبعا شاركني. وزاره الثقافه. وزاره الثقافه هي تحت رعايه رئيس الجمهوريه. وانا بعمل دول يا جماعه ومركزه جدا. بصوا شاطره ازاي، مفيش. طيب. كده انا عايزه الكاميرا تجيب الكلام ده. يعني نستاذن النجم حماده النعمان وننقل على الروز على طول، بما ان ايمن خدنا الروز. تعمل كفته مش عارف ولا ايه؟ لا بعمل رموش الست. رموش الست. انت لسه من شويه قايل وجايب الست وجايب الروز. بتعملي رموش الست؟ كلمينا عن دور الست في مسرحيه موده اللي انت عملتيه. انا بعمل عامله 17 دور. 17 دور مش دور. بعمل اكتر من دور في كذا حقبه مختلفه للزوجه المصريه. كل دور نكديه فيه. بص لا كده على ايمن. لا لا احنا بادئين. <شوف. تصفيق> احنا بادئين بالعصر. بص ما هو عشان ضغوطات الحياه مخليه دايما الست في وضع ان هي طول الوقت مضغوطه. انا واحد من الناس اللي مدام عندي مش كده وزي الفل والدنيا حلوه. انت مطلعين الناس ليه؟ يبقى انت اللي عندك مشكله. ما هو لازم يبقى في مشكله، يعني لازم يبقى في مشكله في البيت. مش معقول في بيت ما فيهوش مشاكل. لا الحمد لله ما فيش. وبعدين دي المشاكل دي بتحل البيت. عندنا مشاكل في البيت؟ احنا عندك مشاكل في البيت؟ انت عندك مشاكل؟ انا ما عنديش مشاكل. لا خليني اقول لك بقى على حاجه يا حسن. ما فيش حد ما عندوش مشاكل. وانا
شايفه ان وجود المشاكل في حياتنا بتخلينا بعد كده نحس بالحاجات الحلوه اللي هو يعني set to the max to be happy. يعني اللي يدوق المر لازم يدوق الحلو بقى. To the max بالظبط. هي هي هات لنا شويه ملح عشان نحس بالست اللي انت. ده غير كمان انا بكلمك بص مركزه بقى معاك عشان تفهم بس ان الستات قد ايه ذكيه. انت تقدر تعمل حاجتين مع بعض. الرجاله بقى ما عندهمش الاوبشن ده. عندنا لا لا احنا بس والله احنا بس لا انا وانا بربط رباط الجزمه بتكلمني عايزه فلوس للعيال وبربط الرباط عادي وانا بتكلم معاك. انت شايفاني بربط الرباط. بص هقول لك بربط رباط الجزمه وانا بتكلم معاك. هقول لك يا حازم حاجه ان انت تروح تلاقي الميه سخنه عشان تغسل المواعين. مين ده بقى غسلت المواعين؟ مفيش اي مشاكل. مفيش اي مشاكل من اي حاجه. مفيش اي مشاكل. طيب نكمل المواد يعني عايزين بس ايه. انا كنت عامله دور زوجه في اربع حقب او خمس حقب مختلفه. احنا بدانا بالعصر الحالي صح وبعد كده رجعنا يعني كان في عصر فرعوني وكان في الصعيد كنا عاملين شخصيات في الصعيد وكنا عاملين كمان ستينات. في الستينات وفي العصر الحجري بيتكلموا كده وبيبقى ورموش كتير وبتاع يا ست هاني يا المالطه فندي محمد سارقين التربوز عصر المالطه فندي محمد يا محمد وكنا عاملين كمان العصر الفرعوني فاحنا كنا عاملين كذا حقبه مختلفه وكذا زوجه وزوج مختلفين. طبعا انا عدت الكلام عشان انت قطعتني انا عارفه بس مش مشكله وشيلوا بقى انتوا في المونتاج مع بعض كده. فالاربع شخصيات كانوا مختلفين. احنا اشتغلنا على العرض مثلا مور ذان 6 مانثس يمكن عشان نطلعه بالشكل اللي احنا كنا عايزين نطلعه فيه ده. احنا عرضنا جزء منه. عرضنا حوالي 9 ليالي ولا 8 ليالي 10 ليالي عرضنا 10 ليالي منه لسه فاضل لنا بقيه السيزونز بتاعتنا. طبعا احنا كنا بنعرض على شرف منتدى شباب العالم تاني مره واول مره احنا عملنا افتتاحيه في قصر ثقافه الجيزه جنب معهد فنون مسرحيه جنب قاعه السيد درويش جنب قاعه السيد درويش. احنا المره الجايه هنعرض في معرض الكتاب وهيكون في الفتره من 23 في الشهر ده ل 4 في الشهر اللي جاي. يلا دعايه لنفسكم. يلا دعايه طبعا يلا. وبعدين احنا كده كده مش محتاجين دعايه يا استاذ حسن. لا طبعا انت جيت بنفسك وشفت. طبعا طبعا الله اكبر والله معلش يعني نشوف بقى احمد ابي نسمع بقى الاستاذ احمد النعمادي بقى نعرف الاول الفن الشعبي. اللي عن دور الفن الشعبي يا محمد انت بتناكفني يا محمد. ايوه دوره هو عايزين ضربنا يا محمد على ضربنا يا محمد على مالك فجأة يلا ازيك يا محمد بتتكلم عن الفن والفنانين. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. انظم الشعبي معايا خلينا بلدي يلا. والله احنا في الشغل عامة يعني في الافراح الشعبي بنوصل رسالة اللي هي مثلا عن الجيرة عن الناس اللي هي بتشرب مش عارف ايه يعني حاجات زي كده. عن واحد مثلا في حاجات غلطات كتير يعني فبنوصل معلومه بس ببساطه للناس اللي هم اللي شبهنا احنا يعني اللي زينا كده اللي يفهموا الكلام على طول بالمعول الشعبي بالمعول الشعبي. يعني زي مثلا حاجات كده بنقولها عن الجيره والتوصيه و وفلان دوت او صاحبك او لازم تحافظ عليه. يعني حاجات توعية خاصه الحاجات دي. ففي حاجات شبه الكلام ده كتير جدا يعني الكلام في مناسبات يعني برضو حاجات للبلد بيبقى جواه عبره وموعظه وحاجه بالظبط. زي ايه بقى ممكن تسمعوا لنا؟ يعني احنا ممكن نبدا مثلا ب امسك الهاند بجيره ولا لا وفي برضو حاجات برضو للناس اللي لسه هتتجوز اتكلم في الهاند مايك طب ما نشوف بقى. عشان استاذ حازم بدا يسلطن يعني. ماشي هنبدا بالناس اللي لسه عايزه تتجوز. ماشي كويس النهارده استاذ حازم لسه عايز يتجوز على نفس الخط بتاع الجماعه بتوع لو شايفينه يقولوا كده. انا بعمل كمان الله عينيا انا بعمل مش عم حماده حقي محفوظ حبيب عم حماده ايش عم حماده يا ليلي يعني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا اللي نويت بنسب ما تنقل ابن خال هات أصيلة النسب من الشوشة للخلخال ياللي نويت النسب ما تنقل ابن خال وجات أصيلة النسب من الشوشة للخلخال
اللي يعوز الدهب بيغز بالمنخال، فقيرة بلا مال، فقيرة بلا مال وبنت حلال وتستاهل، ولا بنت جاهل، ولا بنت جاهل وتتكبر عليك بالمال. الله الله عليك، الله عليك يا عم محمد. البنت اللي شايفه نفسها واهلها عارفين ان هي في حته تانية غير الناس، وطول الوقت بتعلم يعني بتفضل تعامل جوزها بالطريقه دي طول الوقت، هي عارفه ان هي اعلى منه، هي كاتيجوري مختلف، وده كانت موجوده في العصر الاولاني. يعني عايزه اقول لك ان احنا هما الزوجات كلهم كان عندهم شويه مشاكل، بس مش كلهم كانت نفس المشكله، حاجات مختلفه. يعني في زي دي، في الثانيه اللي كانت عصبيه طول الوقت اللي هي شبهي انا، على طول عصبيه بتعصب كتير. ها ما بيتقلقش على حاجه بتتعصب. خبوني ماشي. وكان في البنت، وكان في ايه كمان في العصر الفرعوني؟ البنت اللي مغلوبه على امرها، اللي اهلها لازم يمشوا كلمتهم عليها طول الوقت، وهي يعني ما باليد حيله، وفي الاخر حبيبها الجميل بيسيبها عادي جدا ويتخلى عنها، مع ان كانت هتديله الجعران بتاعها. الجعران العمليه دخلت كده في اصابع. ضحك عليا الجعران. ضحك عليه، ضحك عليا الجعران. طب نمشي من الجعران على صاحب الجعران. هو زي ما قال الفنان طبعا، الاغنيه رساله، المسرحيه رساله، المسرحيه رساله، المسلسل رساله، الفيلم رساله، الكلمه رساله، الاعلام رساله. فده برضو يعني هيخلينا كلنا بنقول ان احنا ماشيين في لاين واحد، ازاي تقدم رساله للمجتمع اللي انت فيه بطريقه الفن. وهل الفن توعيه؟ اه طبعا توعيه. انت تقدر زي ما قلت لك كده تقدم حاجه كويسه، وتقدر تقدم شيء سيء، والمجتمع هياخد ده وهياخد ده. مظبوط. دورك انت كفنان ان انت تقدم طيب حاجه محترمه. انا كنت عايز بس نسال، يعني انا ازاي اوصل بالفن ده للناس في قلب بيتها، في قلب حارتها، في قلب الشوارع، في قلب اوصل للمجتمع عامه كله؟ عايز اوصل للناس، اوصل لهم ازاي؟ بادواتك يعني. انت تقصد كمسرح يعني ولا كمسلسل ولا كمسرح؟ كمسرح. السوشيال ميديا هي بقت قريبه قوي للناس. يعني دلوقتي التوجه الناس بدات يعني بدات تتوجه للسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا هي بقت في كل بيت. هي العصر دلوقتي بقت هي في كل اوضه، في كل 5 متر معاها موبايل. ما انا بقول لك، هي العصر دلوقتي هي السوشيال ميديا عامه كلها، فدي اللي بقت اسرع لل طيب احنا بنعمل حاجه تاني، بنعمل مسرحيه اسمها سكر بره. سكر بره بنخاطب بيها سكر هانم. لا سكر بره. سكر بره دي توعيه برضو ضد المخدرات، بس احنا المره دي بنستهدف شريحه مختلفه شويه، اللي هي ايه بقى؟ طائفه المجتمع، العامل بالسواق بالنجار بالحداد بالموظف. فرحنا لهم لحد القهوه. القهوه فبنعمل عرض مسرحي جوه القهوه. عرض مسرحي في القهوه. في القهوه. ده جديد ده صبر. ده حلو. فكرة جديدة. هي برضو فكرة تأليف جديدة تأليف واخراج برضو الأستاذ عمرو حسن. بتعملوا مسرح في القهوة ولا لا؟ لا يعني مش بالشكل المسرح، هو مجموعة. احنا انا مش عايز احرقها، بس ان انت بتبقى قاعد في مكان والاحداث بتحصل وبيحصل تلاحم بينك وبين المجتمع. وبتقدم الرسالة اللي انت عايزها. طيب انا عايز اقول لك كمان ان هنكمل القصة دي بتاع القهوة نشرحها بعد المداخلة المهمة اللي معانا، ان الفن التشكيلي كمان بيقدم رسالة طبعا. ومعنا طبعا عندنا صوره دلوقتي مع المخرج يبقى لنا على الشاشه بتعبر عن شعب مصر، عملها الفنان الجميل الدكتور احمد رأفت اللي معنا على التليفون. دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ انا شفت صوره حضرتك اللي انت رسمها على الجروب من اشهر الجروبات المعروفه طبعا انت عارفه على الفيسبوك، فعجبتني جدا الصوره. الصوره فيها الصوره معانا على الشاشه زي ما حضرتك شايفها اهوت، الصورة معبرة جدا، وانا حسيت وانا بتفرج على الصورة ان انا عايش جوه الصورة، ان الصورة دي بتعبر عن حاجة وتوصل رسالة. فحضرتك كنت عايز تقول ايه من خلال الصورة دي يا دكتور؟ والله يا فندم الصورة دي كانت يعني تعبير ذاتي عن الشعب المصري الاصيل وكده، لكن هي تعبير ذاتي، يعني هي مش مجرد تعبير عن جميع طوائف الشعب المصري. هو طبعا الشعب المصري طوائفه كبيرة وعريضة، لكن هي الطوائف اللي انا بحتك بيها، اللي انا مثلا ممكن بشوفها من حواليا. انا اصلا من الاسكندريه، فدي يمكن بعض الوشوش اللي بقابلها في حياتي اليوميه. يعني
طيب ازاي يا دكتور اقدر اوصل رساله زي ما قلنا بنقدر نقدم رساله تعمل توعيه للمجتمع وتثقيف المجتمع من خلال مثلا المسرح والفن؟ ازاي من خلال اللوحات الفنيه؟ حضرتك طبعا هو الفن التشكيلي يمكن في الفتره الاخيره دوره تراجع شويه لان في ما فيش اهتمام بيه للدرجه وما فيش برضو التوعيه الثقافيه بيه وما فيش عليه برضو سبوت اعلامي زي ما احنا مثلا بنعمل كده دلوقتي. بالظبط فعلا. وغير كده كمان في حاله من البعد شويه انما دايما الفن الصادق اللي بيبقى ليه هدف مباشر دايما بيأثر في الجمهور دايما. فطبعا لو في وعي بالتشكيل يا ريت بالفن التشكيلي غير بالنسبه للمتخصصين او الطلبه او كده بالنسبه للجمهور العادي اللي هو يا ريت مثلا طلبه المدارس وبقيه الاطياف غير المتخصصين هم مثلا لو يزوروا المعارض او يبقى في تنظيم ليهم ان هم يزوروا المعارض والمتاحف وكده اكيد طبعا ده هيعمل نوع من التوعيه اكتر بدور الفن التشكيلي يعني. هو احنا ان شاء الله يعني نستضيف حضرتك معانا في حلقه يشرفنا طبعا ونستفيد في الموضوع ده كمان ويا ريت تنفذ لنا برضو نفذ لنا روح على الهواء احنا بنتكلم في الموضوع ده لو حضرتك يسمح. بشكرك يا دكتور على هذه المداخله القيمه. شكرا جزيلا لحضرتك. عايزين نسمع حاجه بقى عن يعني زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي عن التوعيه في المخدرات. تمام. بنسمع حاجه كده عن طب ناخدها تدريجي. عايز تقول لي يعني خليها في الجار وبعد كده مخدرات ويعني ماشي 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 اللي يعجبك. ماشي. هات اللي عندك يا بحر. كتير والله. يلا يا بحر. هسوق ماركت يا عم حازم. اتفضل يا باشا. يا ليل يا عيني يا ليل يا الراجل الحر تتمنى تكون له جار الراجل الحر تتمنى تكون له جار يحميك من الشر له ظل كما الأشجار ويحط إيده في إيدك على الزمان لو جار بقول الراجل الحر تتمنى تكون له جار يحميك من الشر له ظل كمال أشجار ويحط إيده في إيدك على الزمان لو جار العشرة هي كده العشرة هي كده والصحبة دي ليها أصول واسمعنا إن الرسول وصى لسبع جار. الله الله عليك الله عليك. ما احنا سبعة نجم 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 نعم بجد الله يفتح عليك صراحة ربي يخليك. حمادة يا شيف حماد انت بتعملين ايه بقى يعني ما تقول لنا كده انظاره يا استاذ حازم. طيب مش شامين ريحه يعني ولا شايفين حاجه ولا حاجه اول ما تتحرق تشم الريحه على طول. طيب ما تشرح لنا بقى المقادير بتاع ايه اللي بتعمله وايه المقادير بتاعته عشان الرز احنا عملنا تعرف تعمله في البيت. عملنا عيون ورموش النهارده. عيون ورموش دي العيون دي العيون والتانية رموش والمطور يعني الرموش بتاعتي ما تنفعش؟ لا لا ما تنفعش لا طبعا لازم رموش الست. قول لنا المقادير بتاع ده وبتاع ده. المقادير بتاعتها هي نفس العجينه. ايه طيب ربع كيلو سميد مع ربع كيلو سكر بودره مع نص كيلو زبده مع ثلاث بيضات ولا مقلي ولا مسلوق طبعا لا مقلي بيض نايم هيتقلبوهم مع بعضيهم حلو. قبل ما تخلطهم حلو مع بعضيهم هتضيف عليهم كيلو دقيق ورقتين بيكنج باودر. هتطلع تقطع زي ما احنا مقطعناها كده وتدخلها الفرن. ايدك ميزان زي الشيف كده بص بالظبط. اهم حاجه يكون الظبط واهم حاجه يكون نفس اللي بتعملها برضو مش اي واحده بتعملها تطلع بايظه لقت المقادير غلط. لا طبعا انا دايما في الاستوديو معاكم كده. تقصد ايه بالكلام ده؟ تقصد ايه؟ لا اللي بتعملها بس دي برضو الرموش اهي دي خلاص خلصت. انا احط عليها عسل يا واحده ونطلع. لا
لسه شويه. اه بعدين هتلمع طبعا قبل ما تدخل الفرن يعني. نعم انا برضه شايفه يا جماعه انه ده يعني طبعا. طبعا يعني انا ما مش مبسوطه. الاكل رساله العلاقه كده حاجات لطيفه كده واكل احلى متعه النوم. هروح مش قادره وعايزه انام ورايحه المسرح مش لازم اكل يعني. الاكل رساله. لا انت لسه قايله كده الفن رساله وعشان نعمله لازم يبقى في حاجات ادوات نعملها من ضمنها ان ناكل اكل حلو. يعني احنا لو ما كناش نفس لا 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 يعني رساله برضو. مثلا لو الشيف ما رسلش الاكله بتاعته للي بعديه من اللي بعديه مش هيلاقوها طبعا. ناقصه ملح ولا سكر. رساله لازما كل حاجه في الحياه معظمها رساله. في اكل بينرفز وفي اكل بيبسط صح؟ صح. لا هو يقصد يعني انه لو لازم الناس تكمل بعض في الشغلانه يعني مثلا لو انت عندك شاف مثلا في اوتيل ده تحتيه تيم. هو يقصد هو ده اللي يقصده شاف كله بيعلم بعض بي 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 بيدي لبعض الشغلانه عشان الشغلانه ما ينفعش ان الشيف خلاص خلاص يبقى مفيش اكل طبعا بعد. مش ما يقصدش يعني ان هو رساله زي الفن. لا طبعا. طب عايز اقول حاجه يا روز. نعم. ايه اخر بقى اعمالك الفنيه ولا شاركتي ايه وبتعملي ايه؟ طيب احنا خلصنا مواد انا وايمن. ايمن مشارك معايا في حلقه في المسلسل بتاعي الجديد بطوله احمد حاتم ويسرى اللوزي محمود حجازي استاذ سامي مغاوري طبعا هو اخراج احمد يسري. مسلسل اسمه ايه؟ مسلسل اسمه كان اسمه اطمني ودلوقتي المفروض يبقى اسمه طاقه حب. انا بعمل لاين لطيف جدا طالعه البنت اللي بتحب احمد حاتم. ما تحرقش بس عشان ممكن مش هجيبك تاني ومش هحرق اكتر من كده من قبل ما انت تقول. ومش هحرق اكتر من كده بس هي بنوته تدخل القلب يعني هي بتصلي وبتحب. طب والمسلسل ده بتحب تبقى عندها بيت رمضان. المسلسل ده المفروض تزورونا في رمضان. هو قريب يعني ان شاء الله قريب جدا قريب جدا رمضان ان شاء الله قريب ان شاء الله. ايه وفي فيلم انا ماضيه برده اسمه جاي على الترند ان شاء الله باذن الله هدخله يمكن يمكن ننزل بيه العيد. الفيلم اسمه جاي على الترند. جاي على الترند. اه وانا بقى لازم اجي على الترند مش هينفع. انا بقيت 13 سنه بمثل مسرح فلازم بقى ان شاء الله لازم تاخد الترند قريب ان شاء الله ربنا. في برنامج بحضره رمضان وده مش اول برنامج ليا. عملت برنامج قبل كده برنامج في قلب سي. جميله يعني شويه. وعملت بعد كده برانك شو في النهار ده برنامج مقالب كان رمضان 2018 كنت بلعب دور الدكتوره في برنامج اسمه شفت دهون ولو الناس شافتني فيه هيفتكروني دلوقتي شفت دهون. ده كان في 2018 في 2019 للاسف انا الله العسل الشياط بدا يبان اهو يا جماعه يعني كان الحظ سيء جدا بالنسبه لي. خلي المشاهدين يشوفوا الشياط يا عم والدخان شغال اهو. ايوه انا عارف ازيك يا فنان؟ الريحه طلعت عامل ايه؟ انا جوع كده حط بقى العسل على اخر اعمالك الفنيه. انا صراحه طبعا هناكل منها اكل بعد ما خلصت مع الموسيقى اللي بيعملها دي. شايف انت اول ما طشت صراحه انا بس هنشوف الفنان بقى اخر الاعمال بتاعته. ايوه الحاجات الجديده بقى والحاجات المستقبليه. هو هيرجع يكلمنا عن سكر بره. معلش احنا قطعنا المداخله. هيكلمنا عن سكر بره بعد ما الاعداد يجيب لنا المخرج عمرو حسن. لا وفي كمان وفي مشروع تاني احنا مش هنقوله ولا ايه؟ قولي طبعا في مشروع تاني برضه هيبقى اخراج استاذ عمرو حسن. دي فكره جديده اسمها مش الفيل الازرق. مش الفيل الازرق. يعني الفيل الازرق وحطه مش اوعى تنام يا يحيى. الفيل الازرق ده ايه ده فيلم؟ لا دي مسرحيه بس برؤيه كده مختلفه فيها ريفلكشنز وحاجات غريبه هتدخلوا كانكم دخلتوا مكان غير يعني مش مسرح معتاد. حاجه مختلفه بس لسه بدينا عليها. شايف انا فكره مختلفه جدا. عمرو هيقتلني طبعا. كل يعمل زيه ايه اشرف عبد الباقي. انا عايز احط لا برضه فكره جديده جدا يعني هي ما مش هينفع طبعا نقول عليها. طيب رؤيه جديده للمخرج سكر بره عشان نكمل الكلام. تمام عايز تعرف ايه عن سكر بره؟ هي لسه بتقول ان انت هتنزله بالمسرح للناس على القهوه. هي الفكره تروح القهوه دي يا صبري. ماشي. المسرحيه طبعا تاليف واخراج الاستاذ عمرو حسن. الفكرة ازاي توصل للناس في مكانهم. يعني انت بدل ما هتستنى الناس تيجي لك في المسرح لا انت رايح لهم لحد عندهم. المضمون ايه بقى بتاع المسرحية دي يعني يعني انا المواد ده شفتها بتتكلم عن العلاقات الاسرية والزواج. تمام. السكر بره هي بتتكلم طبعا عن ضد المخدرات ازاي المجتمع اللي احنا فيه بطوايفه كل واحد بي 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 بيسهل لنفسه الموضوع وبيبرر لنفسه انا بشرب ليه بالعاميه ازاي رجله بتيجي يعني.
لا بيبرر لنفسه، يعني كل واحد فيهم هو بيبرر لنفسه. ازاي بيبرر لنفسه مثلا بدا ازاي او كده يعني. وكل واحد حاطط لنفسه عذر، وكل واحد حاطط لنفسه حجه، انا بشرب عشان كذا، انا بعمل عشان كذا، انا بعمل عشان كذا، بس في الاخر هو في الاخر بيكون في طريق سد. ايمن هو الواعي الراكز يعني. انا دوري الواعي. انا الواعي طبعا. هي طبعا في اطار مش هنقدر نحرقه طبعا، بس يعني انا المفروض ان واعز المجموعه دي كلها. طبعا كلهم ممثلين زمايلي، كل واحد فيهم بيلعب دور صعب جدا يعني معطل. كل واحد طبعا يعني ازاي الاصعب ان هو بيعمله وسط الناس على او لازم الناس تصدق ان هو يعني ان هو بيتكلم بجد. ان هو بيتكلم بجد طبعا، وده يعني كانهم قاعدين على الهوا وهو بيحكي قصه. يعني الناس هتبقى قاعده في الهوا مصدقه الموضوع ده حصل معاه كذا وبيحكي له. طبعا طبعا. وفي الاخر هتقول الرساله اللي انت عايز توصلها طبعا للمجتمع، وان الناس تقدر تبطل، وان الناس تقدر تبعد، والموضوع كله راجع للقرار اللي انت هتاخده، والاراده اللي انت هتاخدها، وازاي ان انت تختار ان انت تعيش مش تموت. ده بالنسبه للسكر. برضه النعماني حبيبي، نسمع بقى حاجه عن المخدرات. يعني شوف الفنان بدا دخل على المخدرات، هو رساله بتكمل بعض. فالرساله دي عايزينها تكملوا بقى الراجل ده. يعني الرساله دي اللي انا كان قصدي عليها بالاغنيه اللي فاتت ديت، ان دي تكمل دي على طول. يعني هو بص طبعاً. الفن احنا لسه بنقول الفن كلمه. سواء قلتها الكلمه في المسرح، سواء قلتها في مسلسل، مظبوط، في اغنيه، فهي كده كده هي كده رساله. كلمه رساله. هي كلمه رساله. فنسمعها بقى حاجه عن المخدرات بالنسبه بقى ايه، عشان سكر بره ما يزعلش مننا. ولا يا عم حازم طبعا انا سلطنك اهو. احلى كلام. احلى كلام النعماني دايما. احلى كلام كده حاجات كده. يعني المخدرات عشان ايه؟ المخدرات طلعت ايه بالصواني. طبعا عايز ادوق. نعمل كده شكل كده. على فكره ديزرت شيف، المشاهدين عايزين يشوفوا الحاجات دي احسن. طب اهو احنا دخلنا كمان الثانيه. سؤال ولا نشوف؟ طب خلينا خلينا بس في بعد كده ناكل. احنا هنشتغل على ليه ايمن. فانا عايزك بقى تسلطن وتظبط نفسك. ايمن ايمن مش صديق يعني. ايمن اخويا، انا مثلت معاه كذا مره، مبسوطة جدا، وهو معايا ان شاء الله في المسلسل. هو طالع الراجل اللي بتجوزه كمان في المسلسل. هو يعني معايا انا ايمن، بيته كانه بيتنا بالظبط. ايمن اخويا، فعنده ما شاء الله اولاد صغيرين حلوين جدا، لوجي ولوجي ونور، انا بحبهم قوي، لازم اروح اقعد معاهم على طول. مراته بقى شاف قد الدنيا. انا من هنا بشكرها على كل حاجه بتعملها لنا حلوه. احنا فعلا قبل كل عرض وبعد كل عرض هي بتعمل معانا حاجات كتير حلوه جدا. لما بتركز معانا جدا نعمل حلقه وتجيب لنا حاجه معاك تعمل من البيت. هاجي لك المره الجايه واجيب لك حلقه لازم بصنيه كده بجد والله. بصوا بقى انا بعمل دلوقتي الاطباق، كل واحد ياخد 5 ولا 4. انا باخد نبدا بقى بحماده قبل ما احكي. لا استنى، ما بياكلش على الهوا عشان صوته، فانا هاكل بتاع حماده. استنى لما حماده بس يخلص الاول وبعد كده عم حماده. من الاستاذ حماده عشان بس الاسم على الاسم بس ما نقدرش نزعل. نسمع بقى عشان صبري عايز يتصل. عايزين نتصل. اتفضل. انت ممكن انت كل الحاجات اللي انت غنيتها دي بتاعتك انت صح؟ لا مش بتاعتك؟ لا. طب ممكن تغني لنا حاجه احنا عايزينها؟ يا ممكن. تمام. طب اصل انت صوتك ممكن تغني الليسي بقى والحاجات الحلوه دي. انا مش عارف، فنان شعبي كبير احمد النعماني طبعا. وطارق الشيخ، فاكرين طارق الشيخ ده؟ طبعا. والله كان راجل محترم، كنت بحب صوته جدا. هو زي الفل بيعمل اعمال. لا بقى له فتره كبيره جدا انا ما سمعتلوش اغاني، مش عارفه اذا كان عنده حاجه جديده ولا لا. السنه اللي فاتت. عامل السنه اللي فاتت. طب ما احنا ممكن نسمع. كانت اسمه ايه؟ طارق الشيخ. طارق الشيخ. حاجه برضه فيها موعظه. ماشي ماشي. نسمع لطارق. كده حلو يا شيخ؟ كله زي بعض. مرة 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 قلت اكذب عشان اكسب وتوم، الكذب بان عليا وخسرت وتوم. مرة 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 قلت اكذب عشان اكسب وتوم، الكذب بان عليا وخسرت وتوم. مرة ساعتها حسيت بضعفي
وانا عمري ما كنت ضعيف. ساعتها حسيت بضعفي وانا عمري ما كنت ضعيف. عرفت ليه معرفش اكون حبيبك واخدعك، معرفش اكون طبيبك وجراحك، معرفش اقول غير الحقيقة سي انفي فرحة او في ضيقة، معرفش اقول غير الحقيقة سي انفي فرحة او في ضيقة، ده طبعي فيا ومستحيل اغيره. الله الله. يلا دي مسج مهمه برضو اللي انت قلته دلوقتي ده طبعا. الناس دلوقتي بتتكلم على بعض عادي جدا وبيغضوا بعض عادي جدا وعادي، ولا عيش وملح بيفرق، ولا حد فعلا بقى يفرق معايا. يعني ايه انا عايشه عمر الضمير، يعني ما عادش ضمير، ما بقاش يعني ممكن تبقى حد انت حكي له على حاجه مهمه جدا في حياتك وينقلها. ما هو بمناسبه الكلام ده انا عايز اقول بقى حاجه هنا عشان ما نعديش الحته دي. اه اسمعك حكايه صغيره كده بمناسبه الكلام ده. يعني لمين بقى هو؟ لا حاجات كده تراث شعبي. طب يلا. ياللي اشتريت الرخيص ايه اللي غرق فيه؟ ياللي اشتريت الرخيص ايه اللي غرق فيه؟ بيعه بارخص ثمن لو حتى تخسر فيه. ياللي اشتريت الرخيص ايه اللي غرق فيه؟ بيعه بأرخص ثمن لو حتى تخسر فيه. خليك سليم النظر اوعى الخسيس تقنيه، اوعى الخسيس تقنيه. وان كنت عايز تعاتب عشه على الغالي لو سعره غالي، ده لو سعره غالي تلاقي الغالي تمنه فيه. الله يرضى عليك. الله الله. برافو. يعني ده بيتكلم عن الاختيار، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في العرض، ان احنا عندنا مشاكل في اختياراتنا. انا اولهم عندنا مشاكل في الاختيار، بنختار كل حاجة غلط وبنرجع نندم بعد كده. هي بتبقى experience. بس ليه أصلا من الأول بقى إن احنا نحط نفسنا في الموضوع ده؟ طب ما احنا من الأول يا جماعة. أنا بقى بوجه مسج للبنات والولاد وكل الناس، ما هي من المسرحية ومن دلوقتي ومن الأغنية اللي غناها أستاذ حميد. إن احنا لما نيجي نختار نفكر كويس جدا إنه احنا هنفضل عمر مع الناس دول، إذا كان أصحاب، إذا كان زوج، إذا كان أي حد في حياتك، اختار كويس جدا. ومن رأيي دايما سرك يكون بتاعك، لانه دلوقتي في زماننا احنا غير زمن جدتي وجدتكم. السوشيال ميديا على طول كل حاجه، كل حاجه بتنتشر. انا لو نزلت صوره ان انا عيانه، انا ممكن الاقي ناس من بلد تانية بتكلمني. والفن بقى دلوقتي انتشر عن طريق السوشيال ميديا بالطريقه دي، بقت لغه. السوشيال ميديا بقت لغه بيستخدمها كل الدول في ان هم يطوروا من نفسهم او يبينوا مواهبهم فين او عيوبهم فين. واحنا للاسف احنا دايما بنبين مساوئنا دايما اكتر. طب يا روزه انا عايز اقول، هو في ضوابط عامه لحسن الاختيار ولا على حسب انطباعاتي انا؟ لا طبعا، يعني كل شخص مختلف في الضوابط بتاعته اللي بيختار بيها، ولا في ضوابط عامه كلنا لازم نمشي عليها الاول؟ في جنرال رولز اتعلمناها ان احنا نختار ناس تكون يعني بيفهموا في الاصول. يعني انا لما اجي اقول لك لو سمحت يا حازم انا عايزه منك حاجه، يبقى لو سمحت يا حازم فتفضلي يا ريم مثلا. دي ابسط الحاجات. الحاجات الكبيره بقى انا مش هقدر اتكلم فيها، دي عايزه برنامج بقى لوحده وانت تعملوا حلقه لوحدكم. لكن الحاجات الصغيره، الضوابط العامه بتاعتنا كلنا، ان احنا نختار ناس يعني انا عايزه، يعني مش عايزه اقول ولاد اصول لاني يعني عيب ان انا هي مش انا اقول لك بقى هي القصه مش كده.
قصة أنا ده يعني عندنا في الأرياف من الفلاحين يقولون نسب يعني مناسب. كلمة نسب مظبوط حد يكون مناسب من نفس فمناسب ده إيه؟ مناسب لشخصيتي وطباعي وحياتي وطريقتي في الحياة. الأصول اللي اتربى عليها الأصول. أنا يعني خلاصة الكلام ده إنك تكون بتعرف ربنا وعندك وبتفهم في الأصول بس. طيب معانا مداخلة يا روز، نقول ألو. ألو ألو ألو. أيوه أستاذ هادي أسمعك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. معك خالد الكمي من طبعا غنى التعريف. اهلا بيك يا خالد. شيف خالد ازيك يا عم حاج؟ عامل ايه يا شيف خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله نعم والله، ربنا يخليك. شيف خالد الكمي ده شيف بس كنت عايز بس اسلم عليك اولا وعلى شيف حماده، وعايزين نعرف ناكل ايه النهارده. اقول له يا شيف حماده. تسلم الشيف خالد، بيمس عليك وبيسألك هتاكلهم ايه؟ باذن الله نوكلهم رموش النهارده، رموش الست. عاملين رموش الست ست برضه، هي اللي عامله معايا الشغل برضه، مش عامله لوحدي يعني، وحاجه تعجبكم باذن الله. بس حاجه زي كده يا شيف خالد. بشكرك يا خالد على المداخله بشكل جدي. المفروض نحط دي في الاطباق. دي استوت عشان النار كانت هاديه. بويكا ايمن الشريف. ايمن الشريف بويكا. ايه بويكا؟ ايه حكايه بويكا معاك؟ انا راجل رياضي وبلعب ملاكمه، فجت فتره كده كنت عامل حلاقه معينه كده، فالناس بقت تند عليا تقول لي يا بويكا، فانا فوجئت بقى كده ان في شبه بيني وبين ممثل فوجئت ان الناس ما كنتش اعرف الموضوع. كنت شبكت بالك يا فوجا يعني. انا مثلا بيقولوا ان انا شبه كندا علوش، انا بحبها جدا كندا ما شاء الله انت احلى. فلقيت الناس بت في الشارع بويكا بويكا، انا شفت الفيلم ف يعني انا مش شايف ان انا اشبه له قوي، بس الناس خلاص الناس قالت بويكا كتير يعني، مش عدد قليل يعني، حتى في الجيم في الشارع في الاسم طبعا. انت بس اهم حاجه يعني لو ما عجبتكش قول لي بس عشان ما نطلعش بره يعني، تقول لي ممدوح قاعدين يعني بس ما تخليش الموضوع يوصل لحد بره يعني، احنا قاعدين بس قول لي يعني. فالفتره اللي كنت بلعب فيها ملاكمه كمان كان يعني شكل جسمي باين ان انا ملاكم قوي، ف كان باين عليا قوي اسمه بويكا. صبري قال لي من شويه ان هو سمع ان انتوا يعني في عوده لمسرح الناس، التجربه اللي كانت ان شاء الله طبعا راجعين طبعا مسرح الناس ان شاء الله راجع تاني طبعا، وراجعين بشكل حلو جدا وافكار جديده، وفي معانا تيم حلو جدا ناس دمها خفيف، وهي فكره اصلا مسرح الناس هي فكره يعني برضو هنرجع نقول ان احنا بنقدم رساله بس بشكل كوميدي برضو لذيذ، في فن واستعراض وغنى، وفي نفس الوقت رساله الاهم من كل ده الرساله اللي انت بتقدمها، بس عشان تقدر تجيب الجمهور وما يحسش بملل فانت عامل له سكتش بكوميدي ضحك كده، عاملين حاجه كده برضو زي اسماعيل ياسين يعني، معانا مجموعه كده عامله شويه حاجات حلوه جدا، فريق قوي جدا في جميع المراحل السنيه، هتلاقي معانا من تدريج المراحل يعني تدريج المراحل كلها، وانا مش عايز احرق الموضوع بس ان شاء الله يعني هي كانت التجربه الاوليه الحمد لله نجحت، وبدانا ان شاء الله هنبتدي الفتره الجايه وهنبتدي بقوه ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقك. وفي مسرحيه ثانيه بس دي دسمه شويه، دي اسمها لن ينتهي البؤس طبعا للكاتب محمد طارق واخرج محمد حسن. ايه التفاؤل ده؟ غريبه جدا بقى. هي عارف ليه لن ينتهي البؤس؟ عشان خاطر بعد كده هشتغل معاك تاني. هو يعني البؤس موجود في حياتك يا بوي؟ بص هي انت مصدق نفسك انك هتشتغل مسرحيه من غير؟ هي روايه بس الاسم يعني المضمون مختلف جدا، بس هي روايه قويه جدا وان شاء الله يعني هتبقى على شهر ثلاثه. الناس فاكره ان لن ينتهي البؤس دي هو اسم تشاؤمي، بالعكس لا، هو مش ده المقصود بيه، بس هو ده اسم الروايه اسم الكاتب ربنا يستر عليه. ان شاء الله نسمع بقى عم حماده بقى. تقل فيا بقى، تقل فيا والله. احنا دلوقتي البرنامج لسه معانا كتير. نسمع ايه؟ طيب اي حاجه. طيب اي حاجه تيجي من الحبايب. حاجه حلوه بقى كده يعني حاجه بقى تفرحنا يعني، مش حاجه احنا غمتنا من شويه في كذا حاجه. طب نسمع فدلوقتي احنا شمين ريحه الرموش. الفرحه لايف. فانا عايز بقى حاجه مع الرموش. حاجه كده زي ما عشان لما نجي محمد عصر المشاهدين دلوقتي عايز حاجه مع الرموش مناخير كده يا جماعه على المشي متشوقين للرموش، احنا عايزين ندوق بقى عشان نقول لهم الوضع ايه يا عم عازم، فلازم حاجه تفرح.
تمام. يعني حاجه تبكيهم؟ لا احنا نفرحهم واحنا ناوي نختار مع بعض يعني. هو عيد الحب طبعا قرب يوم 15. احنا مالناش دعوه بعيد الحب يا عم. هو كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه السلامه. عنده حاجه في دماغه حلوه فهو هيطلع بيها. هيطلع بيها. طب يلا يا كده خلي الشيخ حماده يقفل عليه. يعني فهم حاجتين يعني والله نقولهم كل مع بعض. بس هتبقى هو ما عادش وقت على البرنامج فنختصر حاجه واحده منهم. واحده منهم. دول حاجه قديمه طب ولا حاجه عادي؟ اللي يعجبك اللي انت حافظه. انا الاثنين حافظهم. طب ناخد الاغلبيه. روز نعمل كلوبامية؟ يا روز نسمع حاجه قديمه ولا ام كلثوم مثلا؟ لا طبعا قديمه. انا بحب حمادة. الافلام القديمه والاغاني القديمه. حماده من حماده. لا قديمه مش قديمه طبعا. بوي خلينا في القديم. انت بتحب تغني لمين قديم وانا اقول لك؟ انا بعشق القديم. انا معشق حماده. حماده بتحب مين قديم وانا اقول لك؟ قول لي مين بتحبه وانا اختار. فيروز كل فايز احمد. هي في حاجه لام كلثوم حلوه ماشي بس حاجه كده يعني كريزه شويه. كده ما بتاخدش راينا بقى. انت وغنيت لي طارق الشيخ بس النهارده. بعد ما نخلص هتغني لي لوحدي كتير. حاضر. قال لي كام كلمه يشبهن اسما في ليالي فتني وبقلبي شو بيلعب بي وفي خيالي تف قال لي كام كلمة يشبهن اسما في ليالي الصيف فتني وبقلبي شو بيلعب بي وفي خيالي غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اقوله ايه لو شفته هقوله ايه كل ده كان ليه لما شفت عينيه حني قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه 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 الله عليك. الله عليك. احنا كنا نقول حاجه لو كنت هقول لك انت لسه هقول لك حاجه كنت ضحكت عليك. طب كنت قلت بقى قالوا لي هاني الود يعني عليك احسن يعني كنت قلت قالوا لي هاني الود عليك بما انك هتغني يا عبد الوهاب بتهيألي الناس كلها بتحبها اكيد طبعا. طب ما ايه بس احنا بنغني مناسبات دلوقتي. شفت انت شفت انت ربنا اصلا خلاك نسيت الاغنيه وغنيت لحد تاني عشان انت ما رضيتش تعمل اللي انا عايزاه وانت غنيت عن العيون عشان احنا عاملين مش الست. روز طب لما كلمه اخيره في ثانيه عشان الحلقه خلص عشان نلحق. عايزين كلمه المشاهدين بقى. عايز اشكر الشيف عشان خلاني اتعلمت ازاي اعمل رموش الست. تمام. وعايزه اشكركم على استضافتنا النهارده وعايزه الناس تستناني في المسلسل ويستنوا بويكي في المسرحيه بتاعته الجديده والمسرحيه بتاعتي انا وهو الجديده. واحنا كمان هنعيد مواد مره ثانيه في معرض الكتاب هيكون في الفتره من 23/1 لحد 4/2. انا مستنياكم كلكم. مبسوطه جدا اني كنت موجوده معاكم النهارده وسنه سعيده عليكم. انا عملت ستايل بتاع نيو يير عشان ما عملتش اي انترفيو في نيو يير. كفايه كده. بشكركم طبعا على استضافتكم لينا وبشكر طبعا كل الناس اللي موجوده في المكان والفنان الجميل. ربي يخليك. ومبسوط ان انا معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. حماده وانت بصحه وسلامه. وليهم بقى شرف حياتك. طبعا انا اتشرف بيكم وانا فرحان كل ما اجي هنا مع حازم طبعا حبيبي استاذ محمد. المالتا فاند يعني من الناس اللي مكسره الدنيا. حبيبي والله.
انا شرف ليا طبعا اكون موجود معاكم، ويا رب دايما ان شاء الله يا رب يا رب. الساده المشاهدين كلهم اخواتنا، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. الله صبري استاذ وليد المخرج بتاعنا الجميل وكاست العمل بنشكركم. ينفع نقوم على ناكل بقى ونختم نقوم بقى على الهواء ونقول بقى ايه؟ يلا نقوم. اه اتفضل هناكل يعني. هات المايك معاك يا حماده وتعالى. حطه في جيبك يا حماده وتعالى. عادي احنا مش هيطول عادي احنا برنامج عايش. انا هاجي من غير مايك بقى. خدها من ورا. ممكن ناخد سيلفي على الهواء. يلا تعالى سيلفي. تعالى يلا عشان نختم. احنا متعودين على كده انا وبيك في كل حاجه لازم سيلفي كتير قوي. امسك بقى من عندك يلا. روح شويه يا حماده. اول حاجه ايه؟ احلى سيلفي. احلى كروب. يلا. يلا بقى ندوق. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا النهارده في عزومه بيتي. يا رب تكون السهره عجبتكم مع الفنان ايمن الشريف النجم اللي كان مشرفني، الفنان والنجم حماده والفنانه روز والشيف حماده والاعلامي الجميل حازم المصري، وكان معاكم محمد صبري. استنونا يوم الاثنين الجاي الساعه 12 منتصف الليل. تصبحوا على خير. السلام عليكم.